طلاب اليوم راح نكمل اللي بقانا من methods of integration أو integration technique، يعني طرق التكامل. واليوم راح ناخذ الطريقة اللي هي integration by parts. هاي الطريقة كلش مهمة، يعني ال use substitution يعني طريقة التعويض، والانتجريشن باي بارتس هذه الطرق كلش مهمة ونوعا ما يعني صعبة، وتقدر باستخدام تحل كلش تكاملات صعبة. فهي القانون مالتها هو يقول تكامل اليو دي في اوكي، هاي نقصد هنا نقول تكامل U في الدي في يساوي U V ماينس V في الدي U. طبعا هاي مين اجت؟ اذا نرجع لهنا، اذا عدنا اشتقاق الدالتين، يعني حاصل ضرب دالتين two functions f of x و g of x، فاذا اريد نشتقهن فايش يساوي الاشتقاق مالتين؟ الثاني في مشتقة الاولى، يعني g of x في f of x dash داش هنا معناتها مشتقة ل f of x زائد f of x يعني زائد الأولى في مشتقة الثانية f of x في g داش of x. أوكي، فهسه مجرد نرتب الحدود، مجرد نطلع ال f داش of x في g of x نبقيها، وهذا الحد الثاني g أو ال f of x في g داش of x مجرد نعبره بالطرف الثاني من اللي يساوي. فش صارت عندنا ال f of ال f dash of x في g of x يساوينا d على dx، افتح يعني d على dx في ال f of x في g of x minus ال f of x في g dash of x. يعني شنو معناتها؟ معناتها اذا اخذنا التكامل للطرفين، دخلنا تكامل للطرفين، راح يصير عندي تكامل ال f of x اوكي عندي اكس هنا ال f of x في g of x في dx يساوي ال f of x في g of x. ليش؟ اعتبر انه هنا هذا d على dx راح يصير تكامل ماينس تكامل f of x في g dash of x في dx، وهذا اللي اذا نعوض عنها بال f of ال f dash of x u وال g of x العفو ال g of x هي u وال f dash of x هي dv، يعني يساوينا u v minus تكامل v في du. من هذا اجى القانون او اشتق القانون اللي هو يسمونه u dv. ناخذ example ممكن يعني يوضح المسألة ابسط. اذا اخذنا تكامل، عندنا مسألة تكامل exponential example 6، تكامل x في exponential x في dx. فهسه لازم شنو؟ نفرض ال x ونفرض exponential x، لأن اعتبر انه حاصل ضرب دالتين ومنقدر نكامله بصورة مباشرة، فنحتاج نستخدم احط طرق التكامل ونبسطها. استخدمنا اليو دي في لانه اليو دي في يعني كلش مفيده اذا كان عندي حاصل ضرب دالتين. فافرض اليو يساوي الاكس والدي في يساوي اكسبوننشال اكس في دي اكس. طبعا النقطه المهمه لازم تعرف ليش فرضنا او على اساس راح نفرض، انه ليش ما فرضنا الدي في يساوي لي اكس، ال دي في يساوي الاكس، ليش فرضناها يساوي اكسبوننشال اكس؟ وليش فرضنا اليو يساوي الاكس ما فرضناها يو يساوي اكسبوننشال اكس؟ انت حتى تحلل الداله، يعني دائما فرضيتك تصير على اساس انه تبسط الداله مو صعبها. يعني اذا فرض الدي في يساوي الاكس حتى اطلع الفي راح اكامل اكس، فتصير بدل ما صار عندي اكس تصير اكس تربيع سكوير اكس او اكس سكوير اوكي، فانا تعقد الداله. فافرض اليو يساوي الاكس حتى من اشتقها شو تصير؟ تصير دي اكس،
يعني دي يو يساوي دي اكس، كانما حللت الداله بسطتها. اوكي، اما الدي في فرضت اكسبوننشال اكس، لان الاكسبوننشال اكس حتى لو كامل التكامل مالته هو اكسبوننشال باقي، فما راح ياثر عليك، يعني دي في هو راح يساوي لي الفي. اوكي، فانه كانما الداله جاي ابسط، هو الهدف من هاي الطريقه انه تبسط الداله. فهسه اذا ارجع الحل السؤال هنا، مجرد اقول اشيل اقول اقول يو في القانون مالته، اقول يو في ماينس تكامل يو في الدي في. اوكي، فعندي اليو هي اكس، وعندي الدي وعندي الفي هي اكسبوننشال اكس، ماينس تكامل هي الدي في في اليو في اليو الدي في في الدي يو. اوكي، الدي في في عفوا الفي في الدي يو، فالفي في الدي يو. اوكي، هو هذا القانون، الفي في الدي يو، فعندي الفي هي اكسبوننشال اكس. اوكي، وعندي الدي يو هي دي اكس. هنا بهالحالة راح اقدر اكامل الدالة. اوكي، مثل ما تلاحظون، ناخذ اكزامبل شوي اصعب. عندي تكامل لين اكس، هنا عندي ما عندي حاصل ضرب دالتين، عندي مجرد دالة واحدة هي لين اكس، بس اللين اكس ما لها تكامل، يعني ما اقدر اكامل بصورة مباشرة، فلازم ابسطها حتى اقدر اكاملها. فهنا استخدمت اليو دي في، فاجي افرض، اهم شيء عندي الفرضية، اجي هنا اباوع اقول افرض يو يساوي لين اكس، لين يعني صعب فرضت يو حتى ابسطها حتى احللها، من اقول دي يو ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي واحد على اكس، لان مشتقة اللين اكس هو واحد على اكس، فاذا فرضت اليو يساوي لين اكس وفرضت واشتقيتها الدي يو، فالدي يو راح يساوي لنا واحد على اكس. اوكي، كانما تخلصنا من بسطت هالداله، وافرض الدي في يساوي الدي اكس، فالفي يساوي الاكس، يعني ابسط صح، يعني شويه فرضت الدي في يساوي الدي اكس شويه تعقدت، بس ابسط، يعني كانما حليت المشكله الصعبه اللي هي اللين اكس، خلصت من اللين اكس، حللت الداله. بس اذا ارجع اطبق القانون اللي هو يو في راح يساوي يو في ماينس في في الدي يو. مثل ما تلاحظون هنا عوضت، قلت اكس في لين اكس، لين اكس هي ال في واليو هي لين اكس، بعدين ماينس تكامل ال دي يو هي واحد على اكس، في ال في هي اكس، اختصرت ال اكس ويا الاكس راح تروح، وصارت هاي النتيجة مال التكامل. طبعا هناك اكزامبل ثمانية التكامل المحدد، بعض الطلاب سألوني قالوا انت يعني التكامل المحدد داخل، هو التكامل المحدد هو جزء بسيط من التكامل، يعني انت حتى يعني انت بداية لازم تكامل، لازم تستخدم طرق التكامل، متكامل وتكمل بعدين بالتكامل المحدد راح تعوض، مطيق قيم مثل ما هنا واضح من صفر الى واحد، بالتكامل غير محدد ما مطيق قيم، فتخلي تخلي سي بلس سي زائد سي، هنا ما تخلي زائد سي، بس هذا السؤال حالينه كتكامل غير محدد، يعني غلطانين بس هو حله صحيح، بس انا راح يعني ان شاء الله ادز لكم الورقه، يعني اكتب لكم ورقه وادزها لكم بالنتيجه النهائيه للتكامل. اوكي، فراح ناخذ اكزامبل هنا شوي صعب، او بالبدايه خلينا نرجع لهذا التكامل، هذا التكامل شوي يعني او هذا السؤال شوي اصعب، فاحب اشرح لكم هنا وبعدين ادز لكم التكمله مال الحل بورقه، نبي بس خطا بسيط هو بالنهايه. عندي هنا سؤال، شنو هو تكامل من صفر الى واحد الى اكس تربيع زائد واحد في اكسبوننشال ماينس اكس. اوكي، فانا عندي حاصل ضرب دالتين، ما اقدر احلها بصوره مباشره، فاحتاج استخدم انتجريشن باي باتس انه اجزئه. فاجي اول خطوه افرض افرض يو يساوي لي اكس تربيع زائد واحد، ليش حتى من اقول دي يو
تتبسط المسألة، تصير أبسط. واضح؟ هاي أساسنا بالفرض. وإذا فرضنا صحيح السؤال كلش تبسط ويصير سهل حله. وأفرض الدي وأفرض الدي في هيك ساون اكسبونشال ماينس اكس، إذا الفي تكاملها هو مجرد مشتقة الزاوية مال الاكسبونشال، هي ماينس واحد، فيصير ماينس اكسبونشال ماينس اكس. هسه اجي اعوض يو في الفي، عندي يو هي اكس تربيع زائد واحد، وعندي الفي هي ماينس اكسبونشال اكس مثل ما تلاحظون. هنا جاي احكي ماينس، عندي دي يو وعندي في، الفي هي ماينس اكسبونشال ماينس اكس مضروبه في الدي يو هي 2 اكس. بقى عندي هذا الحد هم عباره عن ضرب دالتين، ما اقدر اكامله بصوره مباشره، فهم احتاج شنو استمر بعمليه الانتجريشن باي بارتس، يعني مو اعوض مره واحده. مرات بعض الاسئله مثل هذا المثال يحتاج اكثر من متعوض حتى ما تبسط الداله وتحللها حتى تقدر تكامل. فاجي هنا نفس الحاله، هم افرض اقول يو يساوي الاكس حتى ابسطها بعد احللها اكثر، فالدي يو يساوي لنا دي اكس، والدي في يساوي اكسبونشال ماينس اكس، والفي يساوي لنا ماينس اكسبونشال ماينس اكس. طبعا هاي الاثنين تطلع برا المضروبة بكل، مثل ما شفنا طلعناها برا، فتحنا القوس. اوكي، فصارت اثنين مضروبة باليو في الفي، اليو هي اكس والفي هو ماينس اكسبونشال ماينس اكس، ماينس في في الدي يو هو الفي ماينس اكسبونشال ماينس اكس، في الدي يو هي دي اكس. بهاي الحالة راح اقدر اكاملها بصورة بسيطة. اوكي، مجرد هنا اوزع الاثنين ادخلها على القوس وراح اكامل مثل ما واضح هنا، شوفون قدامكم اللي جوا خط اسود. ناخذ اكزامبل 9، عندي هم حاصل ضرب دالتين اكس تكعيب وثلاثة اس مضروب الاس اكس اس 2. طبعا هذا المثال ما محلول بال، هذا محلول بطريقة ثانية. او يعني مبسطينه بعدين حالينه بطريقة ثانية. هنا مجرد يعني احنا قاعدة دائما ناخذ الاكسبوننشال واللين، اذا هيش امثلة يعني اذا اكو اس فناخذ الاكسبوننشال واللين. ليش؟ لان الاكسبوننشال لين هو واحد، كأنما انت ما مسوي شيء. فهنا سوينا اخذنا حتى نبسط الدالة. شوف يعني هذا المثال معناته انه مرات تحتاج تسوي لك خطوة خطوتين قبل لا تسوي انتجريشن باي بارت حسب صعوبة التكامل، يعني ما تقدر مرات تسوي بصورة مباشرة، يعني تروح انتجريشن باي بارت او يو سبستيوشن، مرات تحتاج تبسط التكامل حتى تقدر تعوض تستخدم طرق التكامل مثل هذا المثال. فاخذنا الاكسبوننشال اللين اللي هي قلنا اكسبوننشال لين هي واحد معناتها، ودخلنا، فصار هنا صارت 3 اس اكس اس 2، صارت اكسبوننشال اكس اس 2 في لين 3. اوكي، اعتبار انه الاس انضرب باللين. هسه بهاي الطريقة نقدر نستخدم اليو دي في. ففرضنا اليو يساوي اكس تربيع، اذا دي يو يساوي 2 اكس. بس هاي العفو ما استخدمنا اليو دي في، استخدمنا مجرد تعويض الطريقة اللي استخدمناها لكم يعني بالبارت الاول، هذا ما استخدمنا اليو دي في.
اعتقد هذا مثال لو شوف انا ما اريد يعني يصير كونفيوز، يعني اسويكم كونفيوز، لان هذا يعني حالينا بطريقه تختلف. ف راح اعوفه وراح تقرونه انتم، وبعدين راح يعني يا اما اجاوب ما يفتهم ما يراسلني، يا اما اجا اسوي واذا شفت هواي ما يفتهموه فاضطر اسوي فيديو انزل اشرح لكم، لان هو هذا تابع لليو سبستيوشن مو تابع للانتجريشن باي بارتس. بس مو سؤال مهم يعني، خلينا نقول شويه بي فكره. فاتمنى منكم تشوفوا، واذا عندكم مشكله حتى اسوي فيديو خاص بي. طبعا هنا التراجنومتريك فيكشنز، هنا هذا يعني اكو جزء ما شرحناه لكم بالفصل الاول، واكو جزء يعني مجرد يعني مثلا ساين تربيع اوف اكس زائد كوساين تربيع اوف اكس من تجيك بالتكامل. يعني لازم تبسطها، لازم تقول ها يساوي لي واحد هاي، اوكي؟ حتى مثلا يجيك تان سكوير اكس زائد واحد تقول هاي يساوي سكت سكوير. يعني هاي العمليات اللي انت لازم عندك يعني برنسبلز مالتك، اوكي، باك جراوند مالتك حتى تبسط التكامل يعني وتحله. هاي انت لازم عندك نولج بيها، يعني مو هي قانون، لا تعتمد واي افكار، تعتمد انت عندك نولج بيها. فهذا الجدول يوضح لك نقاط مهمة تسويها او تعامل وياها اذا شفتها بالتكامل، اوكي، قبل ان نطبق طرق التكامل، او مرات نحتاج تطبق طرق، مجرد تبسطها بهاي الطريقة. مثلا اذا عندي ساين تربيع اوف اكس زائد كوساين تربيع اوف اكس، اذا ما تعرف انها تساوي لي واحد يعني انت راح تدوخ، راح يعني يصير تكامل وصير صعب، بس هي بالنتيجة هي يساوي واحد. فانت مجرد تقول اوكي هاي يساوي لي واحد وصار بالتكامل مباشرة وتكامل، يعني هذا قصدي. فيعني اتمنى منكم تشوفون هذا الجدول، واذا عندكم اي شيء يعني تقولوا لي، لان هي تريد يعني نقول تفهمها او تحفظها يعني.